مشاهدينا رجعنا لكم في فقرتنا الرئيسية. زي ما قالت عبير الفقرة هذه بنتكلم على الجامعات الليبية تصنيفها إن كان محليا وبنركزوا عليه بشكل كبير على تصنيفها الدولي. نشوفوا جرافيكس يشرح شوية ويعطينا النسب والتصنيفات وبعدها راجعين. تقييم موقع ويبو ماتريكس الأسباني للجامعات العالمية اللي يضم حوالي 20,000 جامعة حول العالم كشف عن تصنيف الجامعات الليبية لعام 2019، حيث احتلت جامعة بنغازي المركز الأول في ليبيا والمركز 4040 في التصنيف العالمي. وفي المركز الثاني جاءت جامعة طرابلس محليا، أما مركزها عالميا فكان 4403. بعدها جت جامعة مصراتة في المركز الثالث محليا و 4685 عالميا. في المركز الرابع الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية تصنيفها العالمي 5148 عالميا. أما باقي تصنيف الجامعات الليبية كان على النحو التالي. عربيا احتلت جامعة الملك سعود السعودية المركز الأول و396 عالميا، أما جامعة الملك عبدالله السعودية احتلت المركز الثاني عربيا وال431 عالميا. في المركز الثالث عربيا جاءت جامعة القاهرة المصرية اللي احتلت أيضا المركز 536 عالميا. تصدرت جامعة هافارد الأمريكية الترتيب للعام الثامن على التوالي، حيث تصدرت التصنيف منذ أن بدأت هذه الدراسة في عام 2012. إذن هذا كان تقييم ويبو ماتريكس الإسباني للجامعات العالمية. طبعا هذا عبد اللطيف التصنيف هو نصف سنوي، يكون بس في شهر يناير كل هو كل 6 شهور يعني بالضبط يظهر في شهر يناير، خاص بتحسين وجودة التعليم بشكل عام في كل العالم، ويقوم ب أو يختار مجموعة من الجامعات ويقوم بأكيد تقييمها وتصنيفها. بخصوص هذا الموضوع هناخد معنا الدكتورة أم العز الفارس، دكتورة في قسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي. مساء الخيرات. مرحبا، مساء الخير. مساء الخير، وكيف حالك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله دوم إن شاء الله. دكتورة أم العز، الله يخليك. طبعا خلينا نتكلم محليا. محليا أخذت جامعة بنغازي من أقوى الجامعات في ليبيا، كيف تشوفي الجامعات في بنغازي وخاصة بعض الظروف اللي مرت بها بنغازي واللي كنا نعرفوها، ومن لو تحكينا من أول تراكمات التعليم العالي في ليبيا كيف كان وش كيف أثر طبعا على هذا التصنيف؟ فضل. طبعا يعني احنا متاسفين كثيرا احنا كاكاديميين واعضاء هيئه التدريس في الجامعات الليبيه متاسفين كثيرا ان يعني موقعنا بالرغم من صداره جامعه بنغازي لهم انه هو تدنى مئات المرات، يعني مئات الدرجات تدنت فيها مستوى الجامعات الليبيه. طبعا هذا خارج عن اراده الجامعات وخارج عن اراده البيئة الأكاديمية. ليش؟ لأن يعني إحنا دخلنا بس مش في ظروف ثورة بس، يعني دخلنا في ظروف حرب أهلية تأثرت فيها الجامعات كثيرا، تأثرت فيها من عدة نواحي. صحيح. من تسرب الطلاب ظاهر كبير نتيجة الانقسام السياسي والخرش اللي صار في الحياة الاجتماعية بشكل عام، ونزوح العديد من الناس نتيجة ظروف الحرب. حدث نتيجة تعدي على الجامعات من قبل المتطرفين واستهداف المكتبات العلمية واستهداف الحياة، حدثت نتيجة تدني مستوى الخدمات، المنظومات الإلكترونية والكهرباء، وبالتالي نعاني من عدة مشاكل، منها ما هو فني ومنها ما هو علمي أكاديمي. وبالتالي نبذل كثير من الجهود من أجل أن احنا مش بس نكون في الصدارة، نحن نكون في المشهد. يعني نحن ما نخشاه هو ان نحن نجد روحنا يوما ما وقد خرجنا من المشهد في التصنيف الدولي نتيجه تدني وتردي البيئه العلميه والبيئه الاكاديميه. لكن في جهود، طبعا في جهود، في محاولات عسيره يقوم بها الاداريين والمختصين والاقسام الفنيه من اجل ان نعم. دكتورة أم العز، هذه الجهود نعم
التواصل الأكاديمي عبر منظومات الإنترنت على مستوى العالم، وحضور المؤتمرات وتقديم أبحاثه، كويس، ونحاول أن يكون الحياة الجامعية منتظمة. هذه كلها راهو على إنتاج جهود لا تتخيلي، يعني إنما في أي إمكانيات على الإطلاق. نعم، حابة نسألك، في جهود وفي إرادة. نعم، يعني هذه الجهود إرادة. أنا أحيي يعني في هذا المساء أحيي زملائي راهي تبتدئ، أحيي طلابي، أحييهم على مستوى ليبيا كلها على الجهود الحديثة اللي قدموا فيها واللي يقوموا بها من أجل أن الحياة العلمية والحياة الأكاديمية لا تتوقف بل تتقدم بإذن الله. نعم، بإذن الله. دكتورة أم العز، هذه الجهود ماذا ينقصها يعني حتى تصبح الجامعات الليبية في أغلب المدن تصل حتى لمستوى نقول معين في التعليم وفي تقديم كل الرسائل التعليمية بشكل زي ما نقوله يتماشى مع العصر؟ يعني أنا ما نديش مثلا يعني أشيد بشكل كبير بالجهود العلمية بالنسبة للليبيين، لأن يشهد عليهم مساهماتهم في العديد من جامعات العالم. نعم صحيح، عديد من مصدينا ومن خريجينا الآن يتصدروا مراكز كبرى في جامعات عالمية. نعم، ما نديش نذكر لك حتى اسماء، لان على جوجل يفضل الواحد يدير سيرش ويشوف جهود الليبيين على مستوى العالم. لكن هنا في ليبيا ينضف لنا الاساسيات، يعني حتى الامن مش متوفر، ما عندناش امن، ما عندناش منظومات انترنت، ما عندناش مكتبات تواكب التطور العلمي. نعم، ما عندناش مقراتنا كلها، حتى المقرات اللي ما تمش التعدي عليها في الحرب هي مقرات يعني لا تتناسب مع تزايد اعداد الطلاب ويعني وجود تخصصات جديده علميه. نعم، حتى ما زلنا لم نصل اليها، نقص معامل، نقص مراكز بحثيه، نقص حتى الامن العلمي. يعني لدينا كثير من 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 الامور اللي تقف حائل بين الجامعات وبين تقدمها وبين تقدمها في مراكز في الترقيم الدولي للجامعات. نعم، كثير ينقصنا جدا. نعم، ما يتعلق بالمتطلبات اليوميه، المتطلبات الحياتيه، المتطلبات الفنيه او المتطلبات العلميه والاكاديميه. صحيح، اللي يتطلبها البيئه الجامعيه. نعم دكتوره ام العز الفارسي، بنذكر ثاني يعني لان الرقم الصراحه غير لائق بجامعة بنغازي وتاريخها، وهذه رقم واحد في ليبيا. جامعة بنغازي إن يكون ترتيبها 4040 عالميا. في دول أيضا عندها نفس حالات الحروب والنزاعات المسلحة ترتيب جامعاتها في 1500-2000، يعني خير منا بمراحل، لكن علميا متقدمة. نعم، علميا متقدمة. أنا نعرف غيرة حضرتك دكتورة أم العز، وأنت حضرتك طبعا عضو هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي، شو اللي انتم تقدروا تديروه ابناء الجامعه اللي تخرجتوا منها وولائكم ليها، بعيدا عن وضع البلاد والظروف، الله غالب هذا الوضع حاليا، لكن دوركم انتم كيف تقدروا تحسنوا يعني الشيء هذا؟ يعني وجود الجامعات في الترقيم الدولي راهو ما هوش يعني جهد فردي، وجود الجامعات في الترقيم الدولي عند معايير. تمام، المعايير هذينا يحكمها سياسات تعليميه على مستوى الدوله، يحكمها سياسات جودة عالية، سواء فيما يتعلق بتجهيز الجامعات، بإعدادها على مستوى المعامل والمختبرات، المراكز البحثية، تعدد التخصصات، وجود بيئة علمية مناسبة لعضو هيئة التدريس أنه هو يتفرغ ويتخصص، وللطالب أنه هو يقدم جهد علمي ويقدم أبحاث على مستوى عالي. يعني أنت يعني يعني اولا لديك قسم سياسي، لديك حكومات لا تضع التعليم في ضمن اولوياتها، يعني ما يصرف على الحروب وما يصرف على كان يصرف على التعليم افضل. كثير من الجهود لا يصرف على التعليم. صحيح، حتى في حالات السلم راهو لعلمك في جامعه مغازي على سبيل المثال المكتبه نتاعها محطوطه في الكراتين من عشرات السنين بحجه ان في صيانه للمكتبه. فحتى حتى يعني في محاوله حتى للتقليص، سواء في مراجعها، سواء في مكتباتها، سواء في بدل ما انت تضيف وتجيب تخصصات جديده وتجيب مناهج جديده للتخصصات اللي ناقصه الجامعات الليبيه، هناك تقييد عليها وهناك حجر على كثير من التخصصات فيها.
انت مش جامعات يعني انت حتى الاعداد الاول يعني احنا لدينا مشاكل كبيره فيما يتعلق باداء الطلبه الان يعني انت الطلبه اللي يجون الجامعات الان اغلبهم جايين ترحيل يعني احنا ما نلوموش عليهم كثيرا الطلبه كثيرين منهم لا يجيد القراءه والكتابه يعني انت تتكلم على ان كان عضو التدريس لديك عضو التدريس الجهد اللي يبذل فيه كان استاذ في المراحل الاولى نعم. يقوم بعملية التعليم ويقوم بعملية التأهيل ويقوم بعملية التدريب ويقوم بعملية يعني مطلوب منا يفوق قدراته ويفوق طاقاته. نعم. اليوم على سبيل المثال اليوم عندنا اليوم في جامعة بنغازي اليوم كان امتحانات قبول معيدين. نعم. امتحانات قبول المعيدين. إلا منا ما يزيد عن 5 أو 6 سنوات الجامعة لم تقبل معيدين جديد. نعم. مش كل المطلوب يعني نحن مقيدين بأعداد محدودة جدا لأن إمكانيات الجامعة وقدراتها على الصرف لا تسمح بأعداد جديدة. نعم. ولذلك يعني هناك مشاكل خارجة عن السيطرة أو عن القدرات. لا يستطيعون أن يقول يعني سياسات دول هذه سياسات سياسات عامة سياسات تعليمية. تدي وزارات وتدي حكومات وتدي ميزانيات يعني إسرائيل الآن من أكثر الجامعات تقدما ليش أنت عادي شوف طلقة الميزانية السنوية لإسرائيل يعني من أكبر الميزانيات تصرف على قطاع التعليم والبحث العلمي صحيح لأنه أنت يعني الموضوع يحتاج إلى مقارنات لماذا يتقدم الآخرين ونتأخر على سبيل المثال السؤال يجب أن يناقش بجرأة ويناقش من قبل كل المختصين وكل المسؤولين عن العملية التعليمية. بصراحة كلامك واقعي جدا وعلى أرض الواقع وإحنا محتاجين كل كلمة قلتيها تطبق دكتورة أم العز. لازم تكون في سياسات تعليمية عالية، لازم يكون في ميزانيات تصرف على التعليم. التعليم هو اللي حيعلم ابنك بالضبط. كل هذه الأمور أكيد الخاصة بالتعليم. نشكرك كل الشكر ونتمنى لك يوم سعيد دكتورة أم العز، وإن شاء الله أكيد حتكوني معنا في حلقة ثانية من برنامج العشية. نعم، النقطة اللي قالتها في الأخير لأن عندي معلومة بسيطة. هي قالت إسرائيل وكذا وكم يصرفوا. إسرائيل تصرف مرة قريت رقم وخلعت 4.2 مليار دولار على البحث العلمي. يعني أنا لو طالب في كلية الصحافة والإعلام نبي ندير بحث على برنامج العشية من قدمة من استهدف وننجح ونفشل ونتقدم ونتطور، لو ندير البحث هذا الدولة حتمولني بمبلغ ما يقلش على 4-5 آلاف دولار بس. يعني تخايلي غير دير بحث غير الناس غير أقرأ غير تعلم. نعم أكيد التعليم هذا يبان الفرق. يعني أكيد نعرف بأن التعليم شيء مهم وهو اللي حيبني حاضر ومستقبل ليبيا، وبالتعليم ما تقدرش تتقدم خطوة في أي مجال في الحياة.